الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ قراراً بإرسال سيدة العمليات البرية من أجل إلحاق الهزيمة بالجيش الروسي على المستوى البري. نحن هنا نتحدث عن دبابات أبرامز M1 الأمريكية تحديداً. تم اتخاذ القرار في هذه المسألة في 24 ساعة الماضية. كانت هنالك كثير من التفاصيل من مسؤولين أمريكيين صرحوا للواشنطن بوست، للوول ستريت جورنال. وقبل أن نبدأ هذا البرنامج بساعة تقريباً، الرئيس الأمريكي أعلن عن إرسال هذه الدبابات واتخاذ القرار بإدخال هذه الدبابات تحديداً. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية الآن ما سيجري بحسب التفاصيل التي نشرت طبعاً على الواشنطن بوست وكذلك على الوول ستريت جورنال، بأنها لن تستخدم المخزون العسكري الخاص بها وتسحب هذه الدبابات من المخزون الأمريكي وبالتالي تدخلها إلى المعركة إلى داخل أوكرانيا. لا أبداً، بل إنها ستستخدم حزمة مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، وسيقومون بسحب هذه الدبابات من 9 دول من الدول التي تمتلك هذا النوع من الدبابات. هنالك 9 دول تمتلك هذه الدبابات ولكنها ليست متطورة، ليست محدثة. الأكثر حداثة والأكثر تقدما هي دبابات أبرامز الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هي ستأخذ النسخ أو الفيرجنز الموجودة أساسا في هذه الدول أو في عدد من هذه الدول، ستسحبها، ستطورها، ستدرب أساسا الأوكرانيين عليها، وأيضا ستدربهم على استخدامها، وستدربهم أيضا على عملية صيانتها، وبعد ذلك ستدخلها إلى أرض المعركة. نتحدث عن 31 دبابة من هذه الدبابات ستدخل إلى أرض المعركة. البعض قد يستهزئ بهذه المسألة، قد يعتقد بأن هذه الدبابات 31 دبابة من السهل لروسيا أن تدمر هذه الدبابات وتنهي الأمر ولا داعي لتكبير هذه الأنباء. لا أبدا، الدبابة ليست بالعادية أبدا. نحن نتحدث عن 3 نسخ لهذه الدبابة كما تلاحظون: M1، M1A1 والM1A2. M1A2 هي الدبابة التي ستدخل طبعا إلى أرض هذه المعركة. وإذا ما لاحظت كيف هذه الدبابة تتحرك مثلا في الأجواء الشتوية، لاحظ كيف هي تتحرك بهذا الشكل الانسيابي الكبير، مما يوضح أن هذه الدبابة تستطيع السير والعمل بفاعلية كبيرة جدا في الأجواء الأوكرانية والأجواء الشتوية، وتحقق انتصارات كبيرة بالنسبة للأوكرانيين. الدبابة يصل وزنها إلى 70 طنا وتسير هي بسرعة 68 كيلومترا في الساعة الواحدة، وهي بالنسبة لها المحرك الخاص بها محرك قوي للغاية، محرك يصل وتصل قوته إلى 1500 حصان، أي بما معنى بأنه أقوى ب 500 حصان من الفورمولا 1. المحرك طبعا نفاث ويستخدم وقود الكيريوسين الذي يستخدم في وقود الطائرات. الدبابة طبعا لديها درع مهم جدا يطلق عليها أو مزودة بالتدريع عن مركب، وهذا الدرع هو يساعدها في عملية الصمود ضد العديد من الاستهدافات من الصواريخ المضادة للدروع. بل إن النسخة الجديدة والمطورة من هذه الدبابات هي تمتلك منظومات إلكترونية، منظومات إلكترونية تستخدم في تحديد الأهداف، تستخدم أيضا على مستوى الناظور أو الناظور الليلي، الناظور الحراري، وحتى أيضا في عملية مواجهة، أيضا هنالك أنظمة لديها خاصة في مواجهة اليورانيوم المنظم إن كانت مثل هذه الضربات حاضرة أو حتى الفولاذ. بالتالي دبابة ليست بالعادية، يقودها 4 أشخاص، معقدة، صعبة، غالية للغاية، ولكنها فعالة في نفس الوقت. هذه الدبابات ظهرت لأول مرة في حرب الخليج في عام 1990، وبعدها ظهرت ثاني مرة في عام 2003 عندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق، وكلنا نتذكر ما جرى في تلك الحادثة. الأمر ليس متوقفاً على دبابات أبرامز تحديدا الأمريكية، لا أبدا، فإن هنالك قرارا أيضا ألمانيا اليوم في إدخال دبابات ليوبارد 2. وأخيرا هذه الدبابات بعد صراع كبير اتخذت ألمانيا هذا القرار بإدخال هذه الدبابات المهمة للغاية إلى داخل الأوكرانية. نتحدث عن 139 دبابة، هي دبابة تعتبر أخف من دبابات أبرامز، أسرع طبعا من دبابات أبرامز. دبابات أبرامز نوعا ما كما نشر عنها بأن الهدف وفعالية الأهداف الخاصة بها تستطيع استهداف الأهداف بفاعلية عالية على بعد 4 كيلومترات، ليوبارد 2 تستطيع الاستهداف بفاعلية على مسافة 5 كيلومترات. وبالتالي هذه الدبابات ليست بالعادية أبدا، عندما تضعها مع دبابات أبرامز تعتبر مساعدة كبيرة جدا بالنسبة للأوكرانيين. طبعا الألمان كانوا معترضين على إدخال هذه الدبابات، وكان هنالك ضغطا كبيرا تعرضت له بسبب أنها ترى أن أوكرانيا ليست جزءا من حلف النيل.
نيتو، وأن إدخال مثل هذه الدبابات إلى المعركة قد تعتبره روسيا نوعا من الدخول بين النيتو في هذه الحرب بشكل مباشر، وقد يدفع روسيا إلى عملية استهداف الألمان وأوروبا بأكملها، وندخل في حرب عالمية. أيضا هم لا يريدون دباباتهم الليوبارد أن يتم ضبطها من قبل الروس، وبالتالي يطلعون على جميع تفاصيل هذه الدبابات. رغم ذلك كانت هنالك ضغوط، وها هي الدبابات ليوبارد 2 وأبرامز الآن تدخل إلى أرض المعركة. تعتبر مسألة مهمة، خاصة وأنها تأتي هذه القرارات بتوقيت تحدثت فيه الاستخبارات الأوكرانية بأن روسيا تهيئ للقيام بهجوم كبير على أوكرانيا بين شهر فبراير وبين شهر مارس، والكل قلق للغاية مما ممكن أن يكون قادما من بيلاروسيا تجاه العاصمة الأوكرانية كييف، أو حتى من روسيا إلى المدن أو اللي مهاجمة البنى التحتية تحديدا الموجودة في الداخل الأوكراني. حتى أن CNN الأمريكية قد كشفت تفاصيلا استخبارية مثيرة للغاية كانت قد أكدت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ يهيئ وبدأ يقوم بعملية التهيئة لتعبئة جديدة لمئتي ألف مقاتل، وأن هنالك عملية إدارة من قبل الكريملين لمسألة استفتاء شعبي، يريدون رؤية ما إذا كان الشعب الروسي داعم لعملية تعبئة أخرى للقيام بضمهم طبعا إلى الجيش الروسي، وبالتالي مهاجمة القوات الأوكرانية لتحقيق ما يبحثون عنه وتحقيق النصر في الداخل الأوكراني. وهذا ما ذكرته طبعا CNN الأمريكية حول هذه المسألة الخطيرة للغاية في 24 ساعة الماضية. قالوا الآتي: هناك مؤشرات على أن بوتين يفكر في تعبئة أخرى للقوات تصل إلى 200,000 رجل. الكريملين بدأ في إجراء استطلاعات الرأي محليا لقياس شعبية تعبئة أخرى، وبالتالي الأوكرانيين هنا فعلا بحاجة لمثل هذه الدبابات التي نتحدث عنها، وحتى دبابات تشالنجر كذلك البريطانية، هنالك دبابات فرنسية ستدخل إلى أرض المعركة أيضا، وبالتالي هم بحاجة لها، خاصة وأن روسيا تتقدم على الأرض على الأوكرانيين وقلبت المعادلة منذ أكثر من أسبوعين ونصف وهم يتقدمون. التقدم الذي يحققونه في شرق أوكرانيا في دانييتسك وكذلك في زاباروجيا، وبدأوا يهددون مدينة زاباروجيا بحسب معهد دراسات الحرب وكذلك ساوث فرانت الروسي، كانت قد وضحت طبيعة التقدم ونشرت التفاصيل التي سنذكرها لكم الآن. هنا دانييتسك، هنا زاباروجيا، لنبدأ من زاباروجيا من البداية مباشرة، نحاول الهبوط ونقترب من هذه المدينة المهمة للغاية. هنالك كانت نقاط مهمة للغاية تقدمت تجاهها طبعا روسيا، كما نلاحظ هنا هذه هي مدينة زاباروجيا، دعونا نأخذ اللون مرة أخرى، هذه هي مدينة زاباروجيا التي ترونها، وهنالك منطقة مهمة وهي منطقة كاميانسكا كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية، وهنا أورخييف، وهنا منطقة أخرى وهي هولابولي، وكانت تشكل القوات الأوكرانية خطا دفاعيا كبيرا بهذه المنطقة تتصدى لكل الهجمات الروسية. ولكن روسيا ضغطت بشكل كبير بحسب الساوث فرونت، تقدمت القوات الروسية بعد ضغط كبير بهذا الشكل الذي ترونه، تقدمت وتمكنت من السيطرة على المناطق التي تأتي بين كاميانسكا وأورخييف، بل إنها بدأت بعملية التفاف على هذه المنطقة تحديدا، ودعونا نصححها قليلا لأن هنالك نوع من الانسحاب الذي جرى بالنسبة للأوكرانيين، تقدموا وضغطوا على كاميانسكا، وأن الساوث فرونت أكدت أنهم اقتحموا هذه المدينة، وبأن الأوكرانيين اتخذوا قرارا إلى الانسحاب وبالانسحاب إلى هذه المنطقة المرتفعة التي ترونها والتي تأتي فيها إحدى أهم المناطق المرتفعة هنا، وهي منطقة مهمة للغاية بهذا الاتجاه، وبالتالي هم الآن يقفون على هذه المنطقة المرتفعة وبدأوا ينسحبون لتعزيز هذا الخط من أجل الدفاع قدر الإمكان عن زاباروجيا، لأن روسيا تريد التقدم لزاباروجيا لأن هنالك أهداف مهمة للغاية على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري. وبالتالي بالابتعاد قليلا هنا ستلاحظ بأن بالنسبة لروسيا تحديدا إذا ما فعلا قامت بالسيطرة، وهو هدف الرئيسي من خلال هذه الهجمات التي تحدثنا عنها بعد وصولهم لهذه المنطقة، إن تمكنوا من السيطرة فعلا على زاباروجيا، فإن زاباروجيا هي إحدى الأقاليم التي أعلنت روسيا فيها الحرب وأعلنتها إقليما تابعا لها، وهذا أمر مهم بالنسبة لهم، ولا زال الأوكرانيين يسيطرون عليها. وفي نفس الوقت بأنهم سيتمكنون من قطع الطريق الرابط بين زاباروجيا وبين دانييتسك على الأوكرانيين، وبالتالي سيضعفون تماما عملية الإمدادات العسكرية التي تأتي باتجاه دانييتسك، مما سيساعد
القوات الروسية من تحقيق نتائج كبيرة والتقدم في هذه المناطق، وفي دانييتسك أساسا هم يتقدمون، لا يتقدمون على مستوى المدينة ولكنهم يتقدمون على مستوى جبهة باخموت. دعونا نذهب إلى جبهة باخموت المهمة للغاية في تقدم جديد وتطور جديد تحدث عنه موقع آخر وهو الميليتري لاند، وأيضا أضافت عليه تفاصيل معهد دراسات الحرب هنا كما ترون باخموت. عندما نتجه إلى شمال باخموت إلى سوليدار التي اشتعلت بالمعارك فعلا، فإننا سنلاحظ أن القوات الروسية فعلا تمكنت كما نعلم جميعا من السيطرة على سوليدار بأكملها، وبأنها أيضا تقدمت إلى كراسنغورا، لم تسيطر عليها، هي سيطرت على هذه المناطق التي تأتي بهذا الاتجاه وهي بدأت الآن. وما هو جديد في طبيعة التقدم الذي حققته مع الضغط على هذا الطريق هنا الرابط بهذا الاتجاه؟ دعونا نوضح هذا الطريق لكم لأنه هذا طريق مهم للغاية. هنا الطريق الذي يأتي من سيفريسك ويمتد إلى مدينة باخموت المهمة، وبالتالي بالنسبة للقوات الروسية ما هو جديد؟ هي بدأت تضغط على روزدليفكا وتحاول السيطرة عليها، وتمكنت من عملية التقدم والسيطرة على باراسوكيفكا بهذا الاتجاه، سيطرت عليها تماما وبدأت الآن تضغط بحسب الميليتري لاند على هذه المنطقة التي لا زال الأوكرانيين يتواجدون فيها وهي منطقة فاسلوكيفكا. هذا الاتجاه أسماء متقاربة، أسماء متشابهة، ولكنها مهمة لأنها على المستوى الاستراتيجي تعني الكثير بالنسبة لهذه المعركة. وأيضا في نفس الوقت هم بدأوا يضغطوا على نقطة ياغدنا هنا بهذا الاتجاه تقريبا تأتي منطقة ياغدنا، وبالتالي لاحظ كيف هم بدأوا يحاصرون هذه المنطقة من الجهة الشمالية في ظل التفاصيل التي ذكرناها لكم، بل إن هنالك اختراقا روسيا كبيرا لباخموت تصدق أو لا تصدق من مقاطع قد نشرت حقيقة في 24 ساعة الماضية. نحن تحدثنا عن الجهة الشمالية ولكن هنالك تطورات تأتي وخرقا من جهة الشرق ومن جهة الجنوب. دعونا نتجه إلى مقاطع قد نشرت في 24 ساعة الماضية، تقريبا في 48 ساعة الماضية، لطبيعة هذا التقدم من عمليات قصف أوكرانية ومن عمليات ضربات الروسية تجاه مواقع للأوكرانيين. دعونا نلقي نظرة على هذه الضربات. لاحظ هنا القوات الروسية تضرب مواقعا موجودة في مدينة باخموت ويضربون هذه المباني التي سنتعرف عليها الآن. واضح الدمار الكبير. هنا مراسل يتحرك بالقرب من نقاط الضربة أو نقطة الضربة، فيها علامات كبيرة جدا مهمة سننتبه إليها من طبيعة نقطة نوعا ما تبدو مرتفعة، وهو يتحرك ويتحدث مع الجنود الموجودين هنا من قوات فاغنر تحديدا وسرية فاغنر التي حققت كل هذا التقدم. فعلا هذه نقطة أخرى لجنود الروس يتحركون في داخل باخموت طبعا كما تلاحظون، وتأتي الضربات الأوكرانية لي طبعا تسدد ضربات عنيفة على القوات الروسية وضرر على الروس طبعا، هم في المصيد الروس، ولكن في نهاية المطاف هي توضح أين وصلت القوات الروسية فعلا. دعونا نتجه مرة أخرى إلى الصور، إلى القمر الصناعي لكي نرى أين وصلت القوات الروسية في هذه المسألة، وهي مسألة مهمة وتوضح كيف أن الأمور بدأت تصبح صعبة في هذه المعركة الآن كما نلاحظ. ودعونا الآن نضع هنا هذا المؤشر المهم، وسنلاحظ بأننا من الصورة ومن الهجوم الأول الذي رأيناه نحن أمام مبنى ومبنى ومبنى آخر، كل شيء يبدو واضحا، الشكل طبعا يبدو واضحا. هنا مبنى خفي نوعا ما، هنا أشجار طبعا، وهذا عمود كما ترون، وعلامات بسيطة للغاية مع مبنى آخر مثير ومميز، وهنالك مبنى نوعا ما منفصل تماما عن هذه النقطة وهو بالحقيقة قد يبدو قريبا ولكنه في حقيقة الأمر هو أقرب إلينا وهو بعيد من هذه النقاط التي ركزنا عليها. مسألة مهمة للغاية طبعا. أما بالنسبة للمراسل الذي تحدثنا عنه، فهذا المراسل واضح جدا بأنه يتحرك في منطقة فيها حفر نوعا ما، وأيضا في نفس الوقت بأنها مرتفع كما تلاحظ، هنالك منخفض مرة أخرى، هنالك منخفض، هم يقفون على مرتفع، وهذه مسألة مهمة لكي نحدد الموقع الذي يقفون منه رغم أنهم قاموا بعملية تغويش واضحة للمنطقة من أجل عدم اكتشاف موقعهم، لكن سنحاول إيجاد هذه المنطقة طبعا. أما بالنسبة للضربة الثانية للتواجد القوات الروسية التي جاءت في هذه المنطقة، فإننا مرة أخرى أمام مباني مميزة هنا متصلة مع بعضها البعض، هنا مسافة، يأتي مبنى آخر نوعا ما يأتي بهذا الشكل المميز للغاية، هذا شكل مميز مهم للغاية
سيؤدي بنا إلى الموقع طبعا، وهذا مبنى آخر أيضا دمار كبير طبعا، وهنا مبنى يأتي بمسافة من هذا المبنى المميز. إذن استطعنا من تحديد الآن بعض النقاط. اللقطة الأخرى لقطة الضربة توضح أن الضربة جاءت هنا، فأنت أمام مبنى أول، مبنى ثاني، ومبنى ثالث، ومبنى مميز آخر، وهنا مباني. طبعا هذه نقاط مميزة مهمة بالنسبة لنا. هنا شارع، هنا شارع، مبنى واحد واضح من الدمار طبعا، ولكن أهم هذه المباني هو هذا المبنى الذي يأتي بهذا الشكل، وبالتالي الضربة تأتي في هذه المنطقة. دعونا الآن نتجه للقمر الصناعي لنحدد هذه الضربات ولنفهم أين جاءت هذه الهجمات تحديدا. إذا ما اتجهنا الآن إلى باخموت لنتجه إلى الجنوب لنحاول معرفة أين كانت هذه المباني البيضاء التي كانت تتعرض للضربات من قبل القوات الروسية. هنا مباني طولية كما تلاحظون بالاقتراب من هذه المنطقة تحديدا التي ترونها تبدو متشابهة مع الصورة التي قمنا بتحديدها. لنتجه إلى اليمين ونحاول أن نقترب من هذه المباني لنحاول أن نأخذ صورة أوضح. نعود بالتاريخ قليلا وسنجد أنفسنا أمام علامات متشابهة متطابقة مع ما تحدثنا عنه. لاحظ الشكل مميز للغاية مع هذا المبنى الذي تحدثنا عنه، وهذا هو العمود طبعا الذي ظهر لنا، وهنا طبعا الأشجار، وهذا هو المبنى الآخر الذي كان ظاهرا في طرف الصورة. كل شيء تطابق. أين هو المبنى الذي تحدثنا عنه الذي كان قريبا علينا ومن المفترض أن يكون منفصلا بالانسحاب قليلا؟ ستجد هذا المبنى موجودا طبعا، وهذا هو المبنى. كل شيء تطابق، كل شيء تطابق. لنعد بالصورة مرة ثانية لننسحب من هذه المنطقة. أين هي المنطقة المرتفعة التي كانوا عليها؟ ستلاحظ فجأة بأننا أمام النقطة الوحيدة المرتفعة تأتي بهذا الاتجاه، هي محفرة نوعا ما متطابقة مع المراسل. لنحاول أن نكون ونرى هل هي فعلا مرتفعة أم لا بهذا الشكل المستوي. ستلاحظ بأنها مرتفعة فعلا، وبالتالي أن الهجمات كانت تحدث من هذا الجبل أو المرتفع عفوا، وليس جبلا أبدا ولكنه مرتفع، وبأن الهجمات كانت تأتي بهذا الاتجاه تقريبا. وهذا قد يعني أن الروس قاموا بخرق كبير في هذه المناطق وإن لم يكونوا قد اخترقوا هذه المنطقة. دعونا نتجه إلى شرق أوكرانيا الآن، أو شرق عفوا باخموت التي تحدثنا عنها من اللقطات التي وضحت أن الأوكرانيين يضربون الروس. لنتجه إلى هذه المنطقة. هنالك تعقيدات كبيرة في هذه الصورة بسبب الدمار، بسبب قرب المنازل، ولكن عندما تقترب من هذه النقطة، ودعونا نركز على المربع الثاني هنا الذي من المفترض أن يكون فيه الروس، لنتجه إلى الشمال طبعا ونحاول أن نقترب قليلا من هذه النقطة. عندما تقترب من هذه النقطة ستلاحظ بأنك فعلا رغم الدمار، رغم صعوبة الموقف، إلا أن من حسن الحظ نحن أمام على ما يبدو نفس العلامات. هذه المباني، هنالك مسافة، مبنى مميز كما تحدثنا عنه يأتي بهذا الشكل، ويأتي هذا المبنى جنبه طبعا المنفصل، وهذا المبنى الآخر، وبالتالي يبدو بأن القوات الروسية كانت موجودة في هذه المنطقة عندما تعرضت للضربة. وعندما تنسحب قليلا مع الاتجاه يمينا قليلا ستلاحظ بأن مع الانسحاب أنت أمام نفس الصورة تماما من الضربة التي حدثت طبعا في هذه المنطقة. كل شيء متطابق، أنت أمام مبنى أول، مبنى ثاني، ومبنى ثالث. وطبعا بالنسبة لي المبنى المميز الذي تحدثنا عنه هو يأتي بهذا الاتجاه، مبنى صغير طبعا. هذا المبنى كان واضحا. وأيضا إذا ما حاولنا أن نكبر الصورة، هي ليست واضحة هنا عند تكبير الصورة، ها أنت أمام المبنى المميز الذي تحدثنا عنه عبر الشارع، هو يبدو واضحا لنا. وبالتالي شكل المباني فعلا أدى بنا لنعرف بأن الضربة كانت هنا، وهي لا تعني فقط القضاء على المقاتلين الروس هنا، بل إن الروس قد وصلوا إلى هذه المنطقة، وبالتالي هنالك خرق على باخموت كبير للغاية يأتي على عدد من النقاط. هنالك خرق من شرق أوكرانيا، خرق من شرق باخموت، وخرق من جنوب باخموت، وقد نرى خرقا أيضا من شمال باخموت، وهي ستعني الكثير في الفترة القادمة. وعلى هذا الأساس فعلا نحن أمام ظروف وتطورات مهمة تجري في هذه المعركة المهمة للغاية، مع إعلان كبير أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل تقريبا ساعة من الآن.